أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع أمه بال48. مصطفى تقلب مش مواجهة لأنك أنت بتعرف كثير منيح إنه الحق عليك أنت. لما كان عندك فرصة إنك تطلع هوية إسرائيلية رفضت وتنحت. بتنزل لهوني. تصبح على خير. مريم خلص خلص. هو خلص بكفي. هلو هلو. Are you from Germany? Yes, from Berlin. Oh. I do have a confession for you. انت زلمه مش محترم. شو قلنا مش محترم؟ شو قلنا بابنك مش محترم؟ انا عايش هذا الخرا كل يوم. انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار.